السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. يبدو أن ظاهرة الاستيلاء على الأراضي وأملاك العراقيين من قبل المتنفذين والميليشيات باتت ظاهرة لا يمكن الحد من اتساعها، بالرغم من ادعاء الحكومة لأكثر من مرة بتطبيق حزمة قرارات لإيقاف تلك الممارسات. في كربلاء التي أضحت مثالا لسيطرة المافيات على الأراضي والممتلكات، لا سيما تلك المرتبطة بالعتبات الدينية التابعة للمرجعية، اشتكى مواطن مسيحي من سيطرة متنفذين على معمل إنتاج الثرمستون الذي يديره دون أن تتحرك الحكومة لردعهم. دعونا نستمع إلى جانب من مناشدته للسوداني في المقطع الآتي. المواطن العراقي المسيحي مفيد يعقوب توزة، المدير المفوض لشركة كربلاء لتصنيع مواد البناء العازلة الثرمستون المحدودة منذ سنة 1990 ولحد الآن، 65% من مالكي أسهم الشركة هم من المسيحيين. استولى على الشركة الغاصب، وفي سنة 2013 قام بتهديد المدراء في الشركة، مما اضطرهم إلى ترك الشركة وأخلي الجو له. قام بتدمير الشركة محاولا إفلاسها، وذلك عن قيامه بإنتاج مادة الثرمستون بنوعية فاشلة لا تصلح للبناء، وهو القصد منها إفلاس الشركة، ولكنه لم يستطع حينها، وكانت محافظة كربلاء واقفة إلى جانبه، وذلك مؤيد بكتب رسمية. لذلك بتاريخ 7/5/2016 سيطر على الشركة سيطرة كاملة، وهو يقوم بالإنتاج والمبيعات لحسابه الخاص، ولم يدفع مستحقات الدولة من ضمان اجتماعي وعقارات الدولة، وإنما يسكتهم مقابل دفع الرشاوى لهم. نكمل مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. أصبح تكرار مشهد الاستيلاء على أراضي المواطنين وبيعها من المشاهد المألوفة في محافظة كربلاء من قبل مجاميع مسلحة تحتمي بمتنفذين داخل المحافظة بحسب ما يقول أصحاب الأراضي، إذ شكى عدد من أصحاب الأراضي في محافظة كربلاء من قيام مجموعة مسلحة بالاستيلاء على أراضيهم وبيعها بطرق غير قانونية، وسط مطالبات بوضع حد لمثل هذه التجاوزات. ويبدو أن التهديد والوعيد الذي تمارسه المجاميع المسلحة لم يستهدف المواطنين فحسب، بل شمل أيضا كل مسؤول حكومي يعترض طريق هذه المجاميع. في غضون ذلك اشتكت سيدة كربلائية من استحواذ إيراني على قطعة أرض سكنتها وتوارثتها منذ القدم، بالرغم من امتلاكها الوثائق والسندات الرسمية. دعونا نستمع. يا ناس يا حالة، أنا من السبعينات قاعدة، من الستينات هنا، وهاي الغرزة أنا غارزتها وانقصت بال91 وغرزتها، وهاي أوراقي وأنا معجرة من الأوقاف، وهسه مدير الاوقاف مدير الوقوف، وهذا القيم مقام، وذولا باليني بلوه القيم مقام يجي البستان. يا ناس يا عالم، الله يرضى محمد، يعني انا عندكم عيال ومن الستينات قاعده هنا، يصير يطلعوني هسه بالقوه، يقول يوم الاحد مبلغين المختار يوم الاحد يفرشون علي ويطلعوني. شلون صايره هاي؟ وين صايره؟ بيا قانون، بيا مرجعيه، بيا دنيا صايرة؟ يا الوزير السيد محمد السوداني، يا المحافظ، يا الدنيا، طلعون مرجعية على غيرتكم. الاحد يوم الاحد راح يفلشوني، وانا صاحبة عيال وصاحبة جهال، يعني الله يرضى محمد،
شو وين صايرة هاي بيا قانون بيا مرجعية بيا شريع بيا شرع صايرة هاي القيمة قام ومدير الوقوف جايبينهم واحد إيراني علي ويردون يفرشون البيوت علي على الأساس. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف. يشكل تجريف الأراضي الزراعية وبيعها خطرا على المجتمع الكربلائي بسبب كثرة حالات التزوير والتلاعب وسط مطالبات بوضع قوانين قضائية صارمة لمنع تكرار هذه الحالات. في هذه الأثناء أظهرت صور متداولة قيام أشخاص تابعين للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بتهديم دار أحد المواطنين والتجاوز على الشارع بأمر القائم مقام التابع للتيار الصدري. لنشاهد. هو هذا وياه هذا وياه الشرطة ذاك أبو فاني؟ إيه أبو فاني البيضة. ساكنين هنا أنا. أكو أشخاص مرة تدعي بالتيار الصدري قال افتحوا لنا طريق، قلنا لهم هذا بيت هنا أنا مبني ماكو طريق منا. تفاجأنا اليوم أنه جابوا شفلات وفلشوا البيت 100 متر فلشوا. الناشي السيد مقتدى يقبل بهذا الشيء؟ الناشي السيد المحافظ يقبل بهذا الشيء؟ فلشوا التبليغ، فلشوا ذاك السياج، فلشوا هذا البيت 100 متر، فلشوا هذا بيتي. وقلنا لهم هذا بيت 100 متر، 100 متر مبني، اجوا فلشوا اليوم حتى من الاساس. يقبل سيد مقتدى ابو الغيره يدعون بهيجي، يندعون انه وين جاسم الفتلاوي؟ يندعون. كانوا يفلشون قلنا راح يجي الاعلام انتظروا وشردوا، لو ما يجي الاعلام كان هسه لحد هسه هم يفلشون. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. سنان كاظم يقول: بلد عبارة عن عصابات تديره، ايش وقت الله يخلصنا من هالظيم؟ والقانون يطبق فقط على الضعيف. نجلاء القيسي تقول: دولة القانون والمؤسسات انتهت ب 2003، الله يرحمك يا عراق. تعليق من سامي يقول: البلد صاير اللي عنده ظهر يلعب طوبة واللي ما عنده ظهر يظل حارس مرمى ساكت لأن ماكو دفاع قوي، لو عنده دفاع ما حد يقدر يقترب منه، فالقانون فقط على الفقير، لا شنو الفرق بينهم وبين الآخرين؟ تعليق من علي نور يقول: أشو البوق صار عيني عينك، شنو السالفة؟ انقلبت الدنيا لو ماكو حكومة، لو بس يقدرون على الفقير. مشاهدينا الكرام نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا السيد أحمد من ألمانيا، تفضل يا أحمد. أحمد من ألمانيا. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك أخي الكريم. هذا الأمر طبيعي جدا عندما تغيب العدالة ويغيب القانون وتغيب سيادة القانون وتغيب الدولة ومؤسساتها. حقيقة أنا سمعت أحد الأخوات الآن تشتكي: وينك يا رئيس الوزراء؟ وينك يا المرجعية؟ وينك؟ أختي الكريمة، أحب أوصلها كلام عن طريقكم أنتم. أختي الكريمة، رئيس الوزراء هو ما يقدر يسيطر على بيته، باش ممكن أنه الميليشيات الولائية تفلش بيته. وكذلك لا ننسى أنه الخلاف الموجود ما بين ولاية ولي الأمر أمر المسلمين الموجود في إيران ومرجعية السيستاني. مرجعية السيستاني متحكمة في بعض الأمور، ولكنها أيضا هؤلاء الميليشيات الولائية خارج عن إطاعتهم. أنا لا أبرر المرجعية، نعم. المشكلة هنا، نحن هنا في أوروبا لدي بعض العلاقات وأجتمع مع بعض الناس، عندما أعرض عليهم أمر العراق يستغربون. 20 سنة وإمكانيات جيدة للعراق، يقولون لماذا لا يوجد استثمار؟ قلت لهم أن هناك ميليشيات متحكمة أكثر من ميليشيا. المشكلة أنك ما تعرف رأس الخيط وين. هاي المشكلة الكبيرة. المشكلة سكوت الشعب المطبق. المشكلة الآن قلبت الموازين، اللي يبغى نقول عليه سبع والشريف نقول عليه كمش. المشكلة أنه كل إنسان يفكر أنه هذه فرصة يجب أن يستغلها، يوفر مقومات حياة سعيدة إلى وللأجيال القادمة من نسله، بغض النظر عن نظرة المجتمع إلى. طيب يعني سيد أحمد، ذكرت حضرتك جزئية تتعلق بعدم طاعة الميليشيات الموجودة في العراق لمرجعية النجف. لماذا إذن في كل خطاب، في كل تصريح، في كل مقابلة يقولون المرجعية خط أحمر، المرجعية هي التي تقودنا، هي التي تسيرنا، نأتمر بأمرها، وكل هذه الشعارات بالإضافة إلى شعارات حماة الأعراض
وأعراض العراقيات خط أحمر والعراقيات خط أحمر، لماذا إذن نرى العراقيات يهجرن بهذه الطريقة، يطردن من ديارهن بهذه الطريقة، يتم الاعتداء عليهن بهذه الطرق؟ يعني هذه الشعارات أين هي من التطبيق على أرض الواقع؟ شعارات جوفاء لا علاقة لها بواقع الأمر، هذا واحد. شيء ثاني، المرجعية عبارة عن شماعة، ولربما هناك اتجاه معين يعني ممنهج لتشويه سمعة المرجعية. المرجعية أنا أيضا ضدها، ولكن أقول لربما هذه الميليشيات الولائية اللي تابعة لخارج الحدود تتعمد تشويه سمعة المرجعية، فلا ترتجوا خيرا من المرجعية ولا من رئاسة الوزراء ولا من لا من سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. يعني سؤال سريع فيما يتعلق بقضية المرجعية، لماذا نرى تأثير أو قوة تأثير المرجعية يأتي في قضايا تصب لصالح الأحزاب، ولا نرى هذا التأثير يخرج في سبيل الخلاص من هذه الطغمة الحاكمة؟ بمعنى أن وجود أو إيجاد ميليشيات الحشد كان بسبب فتوى المرجعية، لكن لماذا لا تخرج فتوى أخرى أو لا يخرج موقف معين يقف بالضد من هذه الميليشيات، من هؤلاء الفاسدين، بنص صريح كما خرج فتوى أو نص الفتوى وكان صريحا؟ أخي أصحح لك معلومة، الفتوى الجهاد الكفاية لم تصدر من المرجعية، صدرت من قبل قاسم سليماني بغطاء مرجعية، هذا أولا. طيب. مصدر الفتوى هو آية الله العظمى قاسم سليماني. يعني بغض النظر هو كانت وقتها عن طريق ممثلي المرجعية وظهروا على المنابر، ويعني نعم. هذا شأن آخر، لكن هو السؤال أنه إذا كان هناك محاولة كما تفضلت لتشويه الصورة، لتهميشها، لعدم الائتمار بأوامرها، لماذا إذن لا يكون هناك موقف مضاد من قبل هذه المرجعية لدفع العراقيين صوب التخلص من هؤلاء الفاسدين والميليشيات؟ أخي من يتحكم في قرارة المرجعية هي الميليشيات الولائية، يستخدمون المرجعية لتنفيذ مآربهم الشيطانية في العراق، فإن كان هناك استخدام للمرجعية يخدم مصالح الأحزاب التي تتحكم بها الميليشيات فيستخدمون طيب. عباءة المرجعية، وإن كان هناك مصلحة تقتضي أن يضربون قرارات وفتاوى المرجعية عرض الحائط فلا حبنا ولا كرامة، يضربوا عرض الحائط. شكرا سيد أحمد، أنا أكتفي مع حضرتك بهذا القدر. نعم وصلت الفكرة، أنا أشكرك شكرا جزيلا. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. تزداد معاناة العراقيين من انتشار حالات الابتزاز التي يتعرض لها داخل نقاط أو يتعرض لها العراقيون داخل نقاط تفتيش وحواجز أمنية تابعة للقوات الأمنية أو لميليشيات مسلحة تنتشر على طول الطرق الخارجية وتفرض إتاوات على الشاحنات المارة تتفاوت قيمتها بحسب حمولتها، وتصل الإتاوات في بعض الأحيان إلى 200 دولار عن كل شاحنة، وهو ما ينعكس في النهاية على سعر السلع للمستهلكين، حيث يلجأ التجار لرفعها من أجل تعويض ما دفعوه عند الحواجز الأمنية التابعة للحكومة أو للميليشيات. وعادة ما تلجأ هذه السيطرات إلى ممارسات تفوق صلاحيتها للضغط على سائقي نقل البضائع لدفع الأتاوات، ومنها تلك التي تتعلق بمنع دخول البضائع أو التحكم بكميات دخولها مقابل السماح لمن يدفع بالمرور. وهناك أيضا توثيق من مواطن من سكنة سبع قصور في بغداد اشتكى من منع إحدى السيطرات الأمنية إدخال مواد إنشائية للمنطقة متسائلا عن جدوى هذا القرار. دعونا نستمع. عندي مواد تدخل على شارع أبو علي، جاية من حيقور تعبر علي من السيطرة مع سبع قصور. السيطرة هسه مني جيتهم يا بريد نفوت، عندنا كاشيات همين نعبرهم للبيت، عندي شغل عمال وباشر يطلعون، قالوا ما عندنا قرار انه عندهم تفوتون كسيطرة، احنا ممنوعة من رئيس الوزراء، هذا قرار لازم نمنحها. رحت هسه للسيطرة من عوني، قالوا يا بأي مواد غذائية عفوا عمل ما تفوت على السيطرة مالتنا، انا حاليا بالسيطرة ما سبع قصور. هسه يعني اخير قرار انه السيطرة ما تفوت اي حمل، عفوا اي كاشي مثل مواد البناء ما تفوت اي شيء. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف.
يعاني العديد من سائقي سيارات الحمل في ميسان من انتشار حالات الابتزاز عند نقاط التفتيش والحواجز على الطرق الخارجية، حيث كما قلنا قبل قليل يتم فرض إتاوات على الشاحنات المحملة بشتى أنواع البضائع والمواد المستخدمة سواء في الحياة اليومية، طعام، عمل، غيرها. نظم سائقو سيارات الحمل في محافظة ميسان تظاهرات أمام مبنى قيادة الشرطة في المحافظة للمطالبة بتخليصهم من سيطرة ميليشيات مسلحة على طريق منفذ الشيب، وشكى العديد من السائقين تعرضهم للابتزاز المالي مؤكدين دفع الأتاوات من أجل إكمال طريقهم أو تعرضهم لإطلاق نار في حال لم يستجيبوا لتلك العصابة أو العصابات. طبعا ردد المشاركون في التظاهرات هتافات ضد القوات الأمنية واتهموها بالتقصير في تنفيذ واجباتها. لنشاهد. ناشدنا وزير الداخلية ورئيس الوزراء بتبديل القوات الأمنية في داخل محافظة ميسان والإتيان بالشرطة الاتحادية بدال هذه القوة الموجودة في محافظة ميسان. هذا مطلب محافظة ميسان وجميع الأهالي في محافظة ميسان. القوات الأمنية في داخل محافظة ميسان لم تقدم ولم تقدر على كبح جماح العصابات المسلحة حتى وأن قتل مواطن ميساني أو جرح مواطن ميساني أمام القوات الأمنية، فأن القوات الأمنية لا تستطيع حماية أي مواطن في داخل محافظة ميسان ولا ممتلكاتهم. هذه شكوى نرفعها إلى وزير الداخلية ولا رئيس الوزراء مرة أخرى، ونطالب بإقالة قائد شرطة ميسان وتبديل القوات الأمنية في داخل محافظة ميسان إلى قيادة الشرطة الاتحادية أو لواء من الشرطة الاتحادية مكان القوات الأمنية في داخل محافظة ميسان. هذه القوة الموجودة في داخل محافظة ميسان لا تحمل مواطن. القوات الأمنية في داخل محافظة ميسان غير متدربة ولا تستطيع حماية أي مواطن. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف، ننتقل إلى مقطع آخر. طبعا تدير هذه السيطرات التي تدر أموالا ضخمة على أصحابها مافيات حزبية وميليشياوية، وصل الحال بها إلى أن تقطع الطرق المؤدية إلى تنفيذ المشاريع الخدمية لإجبار الشركات المنفذة على دفع الأتاوات وتعيين عدد من المقربين لهذه الميليشيات في المشروع الذي يجري إنجازه، كما حصل في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار حينما نصبت مجموعة مسلحة سيطرة أمنية لمنع مقاول وعمال هذا المقاول من بناء مستشفى في القضاء. دعونا نشاهد. طبعا اخوان مثل ما قاعد تشوفون هنا المقاول استاذة علي اللي هو ممثل عن صحة ذي قار مسؤول المشاريع اعلنوا انسحابهم بشكل رسمي بسبب تعرضهم نهوة رسمية، نهوة قالوا لهم ما تشتغلون هنا الا مقابل مبالغ رسمية، يعني شغلت عليهم مبالغ. للاسف الشديد اعلنوا عن انسحاب عن مشروع العمل، وهذا المستشفى كل محتاجه اليوم اللي هو فيه 24 سرير. للاسف الشديد اصبحت 70,000 سنه هذا المشروع راح يروح اليوم بسبب النهوه اللي تعرضوا لها وطلب مبالغ على الشركه وعلى المقاول، وايضا تعرضنا لتهديد واضح وصريح بسبب هذا المشروع وهذا المستشفى. نتابع الان مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. علي الامير يقول: هسه كلها صارت أبطال وعضلات تنهى المقاول وما تحترم القانون. أحمد الصالح يقول: شنو منو الشخص اللي نهى المشروع؟ ممكن ينذكر اسمه لو مضموم جوا العباية. محمد نافل المهاوش يقول: من المفترض أن يحال جميع من يعيق مثل هكذا مشاريع للصالح العام إلى الإرهاب إذا كان هناك إنصاف ومبادئ، وليس الناس العزل وإرعاب العوائل ومحاولة إهانة المجتمع. في تعليق لدينا من أبو سجاد العمري يقول: هو المستشفى المن غير يخدم القضاء؟ لو بس نهو تعرفون ما يفيد وياهم أبد. طيب، هذه كانت جزءا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. دعونا ننتقل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. يعاني القطاع الصحي في العراق من تدهور كبير على جميع الأصعدة، بدءا من تردي الخدمات الطبية المقدمة للمواطن ونقص الكوادر الطبية والأدوية وقلة المراكز التخصصية لمعالجة المرضى أو الأمراض المستعصية.
وتعد البيروقراطية صفة ملازمة لدوائر العراق كافة بما فيها المستشفيات التي يفترض أن يعامل المريض فيها ومن يعاني من إصابة ما بتسهيلات كبيرة من أجل الخروج من دائرة البيروقراطية، إلا أن هذا الأمر لم يكن متاحا للمرضى في العراق ممن يعانون من التعقيدات الكثيرة التي تحول دون تلقيهم للعلاج على وجه السرعة، كما حصل مع المواطن من مدينة الموصل الذي سنشاهده بعد قليل في المستشفى الجمهوري الذي يروي في المقطع الآتي رحلته لعلاج جرح بسيط تعرض له في إصبعه، ولكم أن تقيسوا طبعا كيف هو الحال ممن يتعرض لإصابة أخطر مما تعرض له المواطن من مدينة الموصل. لنستمع. طلعت للمستشفى، بالبداية سيارة ممنوع تدخل، يابا أني مصاب خليني أدخل بس ممنوع، يابا ممنوع، رجعنا السيارة للدراج ومشينا مشي قبول لي داخل المستشفى الجمهوري. طبينا للطبيب، جبنا ورقة من المركز. يا وين المركز؟ المركز قال بس تلوف. رضينا، بس لفنا المركز قال لي لا ترجع على البداية، المركز بالأخير. المركز صاير تقريبا يم الدورة، يعني من مدخل الثاني، وإحنا مشي، رحت مشي والحمد لله الإصابة بالأصبع وليس بالرجل. وصلنا المركز، يوم انطيني ورقة قال هويتك. هل ليش هويتي؟ قال لازم انزل المعلومات حتى انطيك هاي الورقة مع العلاج، ممنوع الخياط بدون ورقة من المركز. اخي العزيز عندي بالموبايل هسه اتصل على الواتساب يدزولي، قال ممنوع. لا حول ولا قوة الا بالله، ليش تسجل المستشفى باسمي او تسجل لي نص العراق باسمي؟ مواطن جاي يتعالج يموت اذا ما شايل هوية؟ يعني انا انصبت بصباعتي ببالي هوية، شيل هوية. نتابع مشاهدينا الكرام مقطع اخر ضمن هذا الموضوع ونبقى في ذات السياق. فبحسب مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر معاناة كبيرة لأحد المراجعين لمستشفى الحسين التعليمي في محافظة المثنى بعد أن اضطر لشراء الباندج أو الضمادات من الصيدليات لعدم توفره داخل المستشفى في مشهد يعكس حجم الإهمال الذي تعيشه المستشفيات ويعاني بسببها المواطن. لنشاهد. حجز مأجورين، شنو صار عندكم حالة وفاة؟ سبة من؟ هذا مستشفى حسين التعليمي. باندج ما بي. مستشفى باندج ما بي. ننتقل إلى مقطع آخر ظهر قبل لحظات. تتعدد الشكاوى من المراجعين والمواطنين بخصوص شحة أو انعدام المستلزمات الطبية، ليصل الحال إلى انعدام المستلزمات المتعلقة بأرواح المواطنين بعلاقة مباشرة مثل أنابيب الأكسجين، كما حصل في طوارئ مستشفى البصرة العام الذي شهد وفاة أحد المرضى بسبب توقف الأكسجين أو انعدامه. لنشاهد. حجز مأجورين، شنو صار عندكم حالة وفاة؟ سبة من؟ سبة من؟ بس ساعة هسه الصبح لولا؟ مستشفى الجمهوري، هاي مستشفى الجمهوري، أكسجين كله واقف، احنا عندنا هم حالة مرض كبيرة وهم واقف. ندفتر عليهم ماكو لا بطل، لا طرقاحة، الوادم عندهم حالة وفاة صارت بسبة الأكسجين. وين ما يروحون؟ يلا يلا يا التميمي تعال شوف مستشفياتك، ما شاء الله عليكم، بارك الله بكم. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. عمار يقول لازم تاخذ وياك اكسجين ودكتور ومضمد من برا، حسبي الله ونعم الوكيل. تعليق لدينا من محمد الجابري يقول حسبي الله ونعم الوكيل، طوارئ ما بي اكسجين، معمل اكسجين قبال المستشفى، شنو الطوارئ؟ شلون الطوارئ ما بها أكسجين؟ وين توصل بعد إذا عندك حالة حرجة؟ مستشفى أهلي ما تستقبلك، ألف وصل ألف مكان، يلا
ينوموك بطوارئ. محمد الجبوري يقول البارحة يطلع أسعد العيداني يقول البنى التحتية مال البصرة أحسن من دول الخليج، هو أكسجين بالمستشفى ما موفر. تعليق عندنا من حسين الكعبي يقول السوداني وينك عن مستشفيات البصرة؟ ليش البصرة؟ وين يوصل بكم الفساد بعد؟ عن يا إصلاح تتكلم. معنا السيد أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي حياك الله. السلام عليكم سيدي الكريم. وعليكم السلام. مساء الخير لجمهور الرافدين. مساء النور. مو بس البصرة. نعم. هو العراق أساسا فيه حكومتين موجودة، حكومة تسمى بسلطة وعندهم وزراء، وحكومة حكومة ميليشيات وحكومة أحزاب وشخصيات. هو كل واحد ياخذ حقه، اللي ما ياخذ حقه بالموازنة ياخذ حقه بالطبقة الدنيا. يعني مثلا مدير المستشفى يتفق انه المواد اللي تجي يدخلها ادخال مخزني، يسوي لها اخراج مخزني، وبعدين يوزعها على الصيدليات وعلى هي اللي تابعه الميليشيات. نعم. واساسا لا عندهم حتى رخصه صيدليه وغيرها. كذلك المواد الانشائيه، المواد الانشائيه مدينه ما بيها لا معمل اسمنت ولا معمل طابور، من يدخل هذه الميليشيات تريد مصرف، يقول لك هذه ممنوع تدخل. نعم. فيضطر ابو المصنع او ابو اللي يبني او اللي عنده رخصه فوق ما هو اساسا دافع فلوس حتى ياخذ رخصه، يجي يدفع فلوس للميليشيات الموجوده بالسيطره، يا بخلوهم يمرون. وهذه يعني هذه شغلتي. كذلك نعم. المنافذ الحدوديه، المنافذ الحدوديه تدخل شاحنه المفروض الاخراج الجمركي مثلا عليها يطلع مثلا 10 ملايين. نعم. يقول لك ادفع مليونين للدوله، تعال انطيني خمسة واطلع. طيب سيد ابو علي، بس حتى لا نتوسع عن فكرة المستشفيات، ليش بالتحديد المستشفيات الحكومية القطاع العام يعاني في وقت نرى بانه القطاع الخاص بالنسبة للمستشفيات الاهلية، المدارس الاهلية، الجامعات الاهلية في ازدهار وتنامي مستمر وتعدد في المباني وتعدد في هذه المشاريع التي تكون ذات كلفة عالية وتمتص دماء المواطنين، واللي ما عنده ما يتعالج. ليش احنا اليوم نشوف المستشفيات الحكومية بالذات تعاني دونا عن بقية المستشفيات مثلا المشاريع الاستثمارية او الاهلية او غيرها؟ شوف استاذ الكريم، اول شيء ما في مستشفيات خاصة وجامعات خاصة ومدارس خاصة، هذه مو تسمى بخاصة، هذه تسمى ملكية، يعني اني اشتغل مقاولات هذه. نعم. ثانيا ليش هذا؟ لان اولا الفساد موجود بالدوائر الحكومية، مساعد بها من الوزير حتى أمين المخزن للموظف الوحيد لأن يقدر يبوب بها. ثانيا حتى يجبر المواطن أنه يلجأ من الحكومية يروح للأهلي، هي أسباب موجودة. يعني تعتقد بأن أكو مؤامرة ربما تكون في سبيل تدمير القطاع العام حتى يجبر المواطن على التوجه صوب المشاريع الاستثمارية التي يسيطر عليها كبار حيتان الفساد او مستثمرين مدعومين من احزاب او زعماء ميليشيات؟ هل تلمو ربما؟ هذه اكيد، لان الحقائق هي اللي تقول، الحقائق تقول انه لا عندنا تعليم، لا عندنا صحه، لا عندنا زراعه، اذا احنا مجبورين نروح للقطاع الخاص اللي اساسا هو مو قطاع خاص، حتى يعني هو متردي، حشاك انت والمستمعين، متردي في تقديم الخدمه. يعني احنا يا ريت عندنا قطاع خاص يقدم خدمه جيده حتى اروح لاني. بينما لو تروح لدول العالم يعني وخاصه دول منطقه الخليج اليمنى، الحكومه المواطن عنده ثقه بالحكومه اكثر من الخاص. بينما احنا لا خاص ولا حكومي، طيب. وصل فساد بالحكومه، يعني اعتذر للاطاله. انا اشكرك سيد ابو علي من واسط، شكرا جزيلا لك للمشاركه. مشاهدينا الكرام، نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. برنامج جديد نلقاكم فيه كل يوم إن شاء الله، نتذكر فيه معا أياما من رمضان، نعيش فيه مع معارك وأحداث، نتذكر مرة نصرا عزيزا ونتذكر مرة أخرى درسا قاسيا، نحاول أن نتعلم من هذا ومن ذاك. هي معركة من عجائب المعارك، لأن هذا الجيش القليل الذي يقوده طارق بن زياد استطاع أن ينتصر على الجيش الهائل الضخم الهادر الذي كان يقوده لوذريق. في هذا البرنامج في هذه الأيام
تنقلنا وتقلبنا معا في أروقة رمضان مع شخصيات ومعارك وأحداث متنوعة التقطناها من تاريخ أمتنا العظيمة. كانت الفكرة أن نعيد التذكير بأنه يعني أمتنا عاشت طوال 1300 سنة تحيي رمضان بالمزيد من العبادة، المزيد من فعل الخير، التكافل، التزاور، التراحم، الاجتماع على القرآن وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان فيه ثلاث فرص غالية، كل فرصة منها تكفر الذنوب. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في حلقتنا من برنامج صوتكم لهذا المساء، وننتقل إلى موضوع آخر. بعد مرور سنوات على التلاعب بمواصفات مشاريع البنى التحتية القائمة بعدد من مناطق وأقضية محافظة البصرة، ومرور 5 أشهر من تمرير فقرة الدفن بالتراب والطين بدلا من طبقات السبيس هو كما هو معروف محليا المذكورة في عقود المشاريع، صدرت أخيرا توجيهات تحت الضغط الجماهيري والإعلامي بإيقاف فقرة الدفن بالتراب والعودة إلى المواصفات الأساسية باستخدام مادة السبيس، فيما أكد خبراء ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ هذا الأمر مع وجود معلومات على عدم التزام الشركة المنفذة وهي شركة الجدار الساند لهذه التوجيهات. طبعا أظهرت صور تداولها أبناء البصرة خروج شارع مشروع القبلة المتكامل الذي نفذته شركة نرجس عن الخدمة بعد تعرضه لتخسفات بسبب استخدام التراب والطين في الدفن بدلا من مادة السبيس، بالرغم من تكلفة المشروع الذي وصل إلى نحو 600 مليون دولار. دعونا نشاهد. يا ناس يا عالم، شوفوا طرقاعتنا بالبصرة، شارع انصرف، منطقة انصرف عليها 600 مليون دولار، انطوا هذا المشروع ب 600 مليون دولار الى شركة النرجس، هاي الشركة المحلية الفاشلة، هاي لو عد الشركات الاجنبية كان هسه حرقوهم حرق. هذا المشروع 600 مليون دولار، باعوا له. شوف السيارات وين جاي تمشي، بالسايد الثاني، تمشي بالسايد الثاني من ورا هذا الشارع، خسف وصار بيه نقر. خلال سنة هذا الشارع خرب. 600 مليون دولار مشروع القبلة المتكامل، باعوا له خلال سنة خرب الشارع. مو نقولهم جيبوا شركات أجنبية، شركات رصينة، شركات صينية، هذا الشارع من يم بازيخانة مال الخليج لحد فلكة القبلة مال البريد. هذا مشروع شوفوا له، شالوا التبليط وهسه قصوه ويشتغلون بالليل يقصون به ويعدلون به. خاف يشوف العالم مشروع 600 مليون دولار. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. أظهرت صور أخرى من البصرة حال أحد المشاريع المنجزة التي أثارت غضب المواطنين بسبب الفساد الكبير الذي طبعا الواضح للعيان والذي بدأ من خلال مراحل التنفيذ، وتساءل سكان البصرة عمن يقف خلف هذه المشاريع ومن يغطي للشركات المنفذة التي ترتبط بمسؤولين كبار في المحافظة من بينهم المحافظ أسعد العيداني. دعونا نشاهد. والله أمور تدمي القلب، تخلي الإنسان يقيح قلبه، يقيح على هالمشاريع البائسة المتلكئة اللي ما تدري منو رباطها منو حلالها. هسه هذا مشروع الأندلس من حلول شركة النرجس، اللي هو هذا شارع طوله ما ادري ايش قد، يعني كيلو متر كيلو شويه، كل شيء ما بي، لا هو انشاءات، لا هو بحديقات، زرعات يزرعون يرتبون، انشاءات مظلات تنتهي، صح لو مو صح، دار عليه الحول اللي راح يصير. بشرفكم هذا مو رمضان، المفروض العالم هسه جايه هنا قاعده اماكن خضراء تاكل تشرب متونسه، زين ماكو الا النرجس شلبت بيها. يا اخي ما قدروا عليها، عندهم شغل الله يوفقهم، هذا الشغل مو لهم، هذا تفاليس بالنسبه لهم. انطوا لو نعطي الشركه، لو نعطينا لابو المشتل حايلين ابو المشاتل، والله كان سواه وكملوا وصار جنه. ما يصير هالشكل يا محافظ البصره،
يعني أنت جاي تقيدنا بأمور تأثر علينا سلبا كشارع بصري، ومن نحكي تزعل وزعلون وياك هاي البشرية اللي تقول ايش عندكم ويا المحافظة حاطين المحافظة، إيه هذا مو شغلكم هذا؟ نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. محمد جاسم يقول: أحسنت، للأسف البصرة تفتقر للمناطق الخضراء لسبب أن هذه المناطق ستكون متنفس للعوائل، وبالتالي يقل مرتادو مولاتهم ومطاعمهم ومدن ألعابهم. عامر خضير الجوراني يقول: كل المشاريع بالعراق لو أبسط مشروع سنتين لو يكمل لو يندثر، هذا واقع حال ناس صارت مقاولين من هالمشاريع الفاشلة. عندنا تعليق من علي الموسوي يقول: النرجس غير المحافظ إلا حصة بيها قابل ينطيها الغير شي، من كل عقلك العيداني ينطي شي ما يأخذ منهم. ومحمد الجزائري يقول أو الجزائري: حكومة البصرة مضيعة المشيتين، ملتهية بالتبليط وعايفة قضية السد اللي المفروض تأخذ كل الأهمية من قبل الدولة. وسبق وأن جبنا شركة هولندية مختصة بالسدود بخبرة 110 سنوات، لكن جوبهت بالرفض من قبل المحافظة. مشاهدينا الكرام، معنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أستاذ محمد، إحنا نعرف أنه المشاريع المتلكئة وكل المشاريع اللي طيلة هاي العشرين سنة سلطة الأحزاب يعني كلها جميعها أكثر من آلاف يعني مشاريع عندنا صارت مجمعات سكنية أو مستشفيات أو بناء يعني مدارس، كل هاي الأمور اللي صارت بها يعني للأسف إحنا نشوف كل رئيس وزراء ديت نصب وديت خلى أنه ما يتابع هاي الأمور. هاي الأمور أنت يا رئيس وزراء من تصير لك مكانة بالبلد، ويعني لك الحكم ولك القضاء كل الأمور اللي تديرها بالبلد، يعني المفروض يعني من كل رئيس وزراء أن يتابع اللي بناته اللي سوت اللي تقدمت الحكومة السابقة، فهو شراح شي يقدم اللي جاي وراه شي يقدم. هذا دليل يثبت على أنه خوف الحكومة وخوف كل رئيس وزراء اللي يحكم العراق هو يعني ما يقدر إجب بأمر الشعب، أجب بأمر سلطة الأحزاب. نعم. وسلطة الأحزاب اللي هي جايدة تمشي البلد وتسرق أموال البلد وتأخذ مشاريع الوهمية تبنيها على أساس أنه فلان مشروع إذا كان بالبصرة وإذا كان ببغداد إذا كان كل محافظاتنا، ما تقدم أي مشروع ولا أنجز أي مشروع للشعب وللمواطن، بس نشوف المشاريع اللي هم مستفادين من عدة جامعات والكليات والمستشفيات الأهلية. نعم. اللي صارت باسمهم، نشوف هاي المشاريع يعني بحدث البنايات بحدث الأجهزة، لكن تكاليفها للمواطن تكاليف صعبة. يعني ما يقبل المواطن يقدر يتحمل انه علاجه او بناء يعني مستشفى يطبلها ضخمة وتكاليف الدكاترة والأجور تكون صعبة على المواطن العراقي. نعم. هذا دلالة على انه فرق ما بين الحكومة وما بين يحكم، انه سلطة الأحزاب هي فوق كل شيء عندنا بالعراق. فرئيس وزراء للأسف إحنا ما نعترف كشعب من نشوف هيك حكومة ضعيفة. إحنا كشعب ما نعترف هيك بلا رئيس وزراء ولا بسلطة الأحزاب، لأنه اللي يسرق شعبه واللي يأخذ أموال طيب. شعبه هذا ما يخدم بلده. أنا أشكرك سيد أبو عمر، وصلت الفكرة، أنا أشكرك للمشاركة. عندنا رسالة من أحد الأخوة عن طريق الواتساب أرسلها، يقول: السلام عليكم ابن الغالي، رئيس الوزراء السوداني افتتح إصدار الجوازات الإلكترونية التي يتم إنجاز الجواز فيها خلال ساعتين، لكن الواقع أن هذا الجواز يكلف المواطن دفع 250 ألف دينار وهو تابع لشركة تعود إلى رئيس البرلمان. أما إصدار الجواز العادي فيأخذ مدة تتراوح بين 4 أشهر إلى 6 أشهر، والمواطن المريض يتوفاه الله قبل أن يحصل على جواز السفر. لك الله يا شعب العراق. أبو محمد من الدنمارك. أبو محمد، طبعا أنا أشكر حضرتك لإرسال هذه الرسالة وللمشاركة، والآن حقيقة يعاني كثير من العراقيين، خاصة من في المهجر، خاصة من يعيشون في بلدان تفرض عليهم إقامات وتفرض عليهم إجراءات معينة، يعانون من قضية عدم توفر جوازات السفر، عدم توفر المادة الخام لجواز السفر لأشهر طويلة. أغلب القنصليات والسفارات في العراق تخلو من المادة الخام لطباعة الجوازات،
وهذا الموضوع حقيقة دمر عوائل كثيرة، شرد ناس كثيرة، بهذل أحوالهم بسبب عدم مقدرتهم على الحصول على إذن البقاء داخل الدولة التي يقيمون فيها بسبب عدم وجود جواز نافذ. وبالتالي تحدثوا عن استصدار الجواز الإلكتروني، الجواز الجديد، وحتى هذه اللحظة هناك عشرات الآلاف، مئات الآلاف ربما حول العالم من العراقيين لا يملكون جوازا بسبب فساد، بسبب مشاكل تقنية، بسبب لا نعلم حقيقة ما المشكلة التي تقود إلى عدم وجود مادة خام لطباعة الجوازات. طيب الآن مشاهدينا الكرام دعونا ننتقل إلى فقرة الإنفوغرافيك ضمن حلقتنا لهذا اليوم. طبعا تمر اليوم الذكرى 19 لمعركة الفلوجة الأولى التي خاضتها المقاومة العراقية، المقاومة العراقية الحقة ضد قوات الاحتلال الأمريكي. وبدأت القوات الأمريكية هجومها على المدينة في محاولة لتركيع المدينة وأهلها وإعادة فرض السيطرة عليها. وبعد معارك ضارية استمرت نحو شهر استخدمت فيها القوات المحتلة مختلف أنواع الأسلحة، انتهت المعركة بخضوع القوات الأمريكية المحتلة لهدنة تقضي بمنع القوات الأمريكية من دخول مدينة الفلوجة ورضوخهم لشروط المقاومة العراقية الحقة. المزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام في الانفوغرافيك الآتي من إعداد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، لنتابع. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الأخيرة لدينا في هذه الحلقة وهي فقرة الهاشتاج. تترقب شريحة الموظفين من أصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة تمرير قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن تعديل سلم الرواتب لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع، في وقت يؤكد فيه أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب أهمية أن يكون الحد الأدنى للراتب يسد حاجة المواطن بسبب الظروف الصعبة وتقلبات السوق. وتتطلع شرائح واسعة من الموظفين في العراق إقرار قانون سلم تعديل الرواتب، خصوصا مع وجود فارق كبير بالرواتب بين وزارة وأخرى ورفع عدد من موظفي وزارة الصحة ورفعوا وسم سلم الرواتب مطلبنا، وذلك للمطالبة بتزويدهم. دعونا نتابع بعض التغريدات. شهد تقول: كل شيء يصعد سعره، الأكل، الملابس، السيارات والعقارات، إلا الموظف راتبه ثابت من 2003 لهسه. محمود يقول: يظل هذا الارتفاع أو في ظل هذا الارتفاع بالأسعار والغلاء المعيشي نطالب بتعديل جدول سلم الرواتب، لأن أصبح دخل الموظف لا يكفي لآخر الشهر. تغريدة من محمد يقول: لا تراجع حتى إقرار السلم وإنصاف الشرائح المظلومة، وخاصة اليوم نحن نعمل في المستشفيات ومع الأمراض والرواتب لا تسد المعيشة،
يعني لازم تعمل عمل ثاني والصبح عايش ويا الموت بالمستشفى والدوام يخلص بثلاثة. شنو هاي العيشة يا حكومة؟ تدرون بالشعب لو لا؟ في تغريدة لدينا من سجاد يقول: لتحقيق الإنصاف والعدالة بين جميع أفراد الدولة من الموظفين يجب أن يكون هناك قانون يضمن هذا الحق، سلم الرواتب مطلب لا حياد عنه. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.